هلا ده يسوق ما شقي سنة وقال يسوق واكري لكنك كلا سوى شقي العق نكي العق تسوى شقي وقال لك هي هاي السقى يضطك كلا بين اللعنة لكن يسوق ما أبغى ما عنده مو حكيري أنا كي ويشي كي يري أنا شقي إنت وحكيري ما رأوا البيتار هاش كريات بعد نمن فلوس وقلانو هاشي كي ماشي مارك وحد يليسا لما دار يموت بدي يليسا اما راشي كات كرينيسا اما دتكو مركي سو غلا بعد اسو مدوبين فاينس والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد وحين كان لنا إن شاء الله حسن الخلق وحين كان لنا دغن كون أحسن دغن كون أحسن قيل الله ديرك ما شفت مركينا على أبو قيل يبر واسكو ده إن شاء الله إنا ندي سو قرسي دغن كون أحسن نبيه صلى الله عليه وسلم وفويل وحال إلى الصوت دري اما السبب تكليه ولا اي سو دري وها اي تاي ان ان دمايستيرو دقنك يا اخلاق دا وناكس انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق حديث ابو هريره ان او سو صار حاكم حديث كرو صحيح الباني بتصحيحه حديث كاس نبي عليه صلى الله عليه وسلم وجيدد دن ولا اي سو دري وا ان دمايستيرو دقنك وناكس نبي قوله كلو ليه صلى الله عليه وسلم يسوه معاذ بن جبل قدر دار مياه وحير يا معاذ اتق الله حيث كنت روايتك حيث ما كنت إلهي كعب سميل ألا ميشا جوكتي حير إلهي سقى إله كأمير والبر مركا كعب سو ربي سبحانه وتعالى أن أضوه بغطي النظر عن الأماكن معناها ميشا جوكتي ميشا دون تهنقوته إلهي كعب سو واتبع السيئه الحسنه تمحها مركي حماري كادعو مركي قف كادعو مركي خلط كايماد وانا كدوا مري وهو انا قاسي دقيا وترتريا حمانت هذه مر الله مركي اد قفتو وانا كدب جي وانا قاسي وحو ترتريا وميريا حمانتي اد جيستي وكادعدي قف والبوا خلطيا كل ابن ادم خطا وخير الخطائين التوابون وحديث كاسي حد يقطع راس يرو حديثك كم ذا واسكو معنى قف والبوقف يا كو قفنا وحاو خيرون قفك صور لعبته وإلهي أصور نقضة يدا رفتيه ذو نغن كوناك سنبي كم ذا أخلاق ذا وناك سن وعليا وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس معاذو تدك كل دقن دقن وناك سن وأمر إلهي أمر نبوية صلى الله عليه وسلم هذه أمر كأن لهرين وح أمر نمذا كسر فيها أما كله هي وكجدي أمر نمذا وح فائدة أمر كوجوب سدي سبب واجب فائدة هذه أن لهرين مركا أرين واجب نمذا ككحيسة أو سنوية مستحب يمرهز جيسة وح واجب نقرهس قف كمسلم كأهين وأمر كاس نبي قاتو صلى الله عليه وسلم ona kula dhaqmo dadka dhaqan wanaagsan halkaas arin kale oo muhiim ah ku jirta khaliqin nas badi annas waxa laga hormariyay alif iyo lam al wana magac magac kasta oo arabiga al laga hormariyo waxa la yiri jinsiya la yiraahdo ashas ta ummu hada jinsi kulli en qaybtaas magacaasi cid kasto uu ku dhici karo dadka kula dhaqan badi dadka dadka waxay ku dhici kartaa qof kasta oo nool oo dad ah qof kasta oo nool oo dad ah bay ku dhici kartaa soomaa dadka marka waxay dadka kula dhaqan dhaqan wanaagsan u fiirsa lama oran dadka muslimka ah dadka oo dhan bali marka waxa ku jirta inaad gaalada iyo muslimka ba dhaqan wanaagsan kula dhaqanto gaalada in la khiyaameeyo ma banaan in been loo sheego ma banaan yaani حتى جهاد كمركز الوجر
نبي صلى الله عليه وسلم إسقوا جهاد كوحياء وها بناء وها كمذا إن مصلحة جهاد كجهاد كدرت بين لوش نبي قل بين تواس كيراني نحن من المال ويرمسلي من أين أنتم أنتم نيكا ورا يستي مركي ورا يسوي حقيقة تمي ونور مركو ورا ما يوركي كهري أيو يريدنكو حقيقة تما دير مركاس ير نحن من الماء وأنا نقاق بين بوسكي لالي بيانو كنمي بيانو كنمي محيطها مركا نيكوا وراري وهيري أي ماء أمن ماء العراق أم يعني قعمها يسوي تاقي يوصالي بيهي بيكان ديان حقي بيها كيما بيها عراق كيما دين مركا وفو نبي وكوضا بالي يري بدر عيل كيما ندقنا وبيها دان كودي بانو دي كحينا وعو كلو كودي كرا أنك إلهي بيو نقابور مركا بيان كنمي بيننا مشيقين نكينا وحمشيقين حتى مرحلة داس نبي صلى الله عليه وسلم ويسك إلهي يدو ولي وبنان صدح لشيرو أي بنان تاي بنتو كمد هدانا ويسك إلهي محايا لي بنتو دقن كحن بي كمد وحينا الرئيس أتاي دقن كحن نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري عليكم بالصدق عليكم بالصدق وحايا لنكو واجبة رن إنا رن شاكتان با إذنكو واجبة فإن الصدق يهدي إلى البر صدقه محايا لوحقفك كهنونيا وناك وإن البر يهدي إلى الجنة بر وناكنا ذاتك الجنة كهكامية وإن الرجل لا يصدق ويتحرى بالصدق حتى يكتب عند الله صديقا قفك رمرو شاقا رنتنا وكود دالا أبو سجر هادية إلى إلهي أكتيس اللقوم مقا عابا قفك سوى رنلو صديق مرادي صديق إلهي سبحانه وتعالى أكتيس اللقوم مقا عابنا فضل وين يا كرامة وين باكوسو حروطي وإلهي سبحانه وتعالى كسي قفك مركا مسلم كا waxaa dhaqanka laga rabaa u yahay dhaqan wanaagsan sideedaba dhaqanka wanaagsani wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka kor u qaada sharaftiisa iyo qiimihiisa ee dhaqanka xunina wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka hoos u dhiga yaani qofku wuxuu kasbanaya ixtiraamka dadka marka uu dhaqan wanaagsan yahay dhaqanka wanaagsan waxa ugu horeeya qofku inuu waji furan yahay Soomaalidu waxay tiraahdaa waji furan baa la galaa albaab furan laban galo قفك بشاشة الوجه هي ابتسام وكم مغضو مركا عاد كهرت مع دو وويلكم سودو قفك وجهك هدوك كدودو وجهك عمبوسانا ودرب تقوي مركا يعني امبريشن كدوش هذا كوية لا وحو دريا دوتك وحبو دريا مسج بو دريا مسج كاسوها هو اما ايه ما هذا اما يقتك wajigaaga laga akhrisan kara marka wajiga inuu qofku furo oo uu u dhoola biro dadka nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sadaqada ay kamid tahay adoo iska qosolo dadka u qosol dhaqan wanaagsan iyo wanaag iyo waji furnaan muuji ajarnaha ku socdo ajarnaha ku socdo marka qofka uu ismaeel gareysaba ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu ku qoraya ajri sadaqa inaad sadaqa la baxday oo kala wax weyn إخواني حسن الخلق ووحي إلهي كو أماني نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وحاد هنتي خسوغان تهيبالي أخلاق آل أوين وقيمة بغن نبي أخلاق دي سمحايا عائشة مركي لوي دي واحد تري كان خلقها القرآن خلق دي سوحايا هذا ما دقن كيسو قرآن حالك وضع نبي صلى الله عليه وسلم قرآن كو اسكم مثالي جري مركي أمر لسيو وقرآن كآية دي سو دكتو isaga dhaqan gelin jiray si markaas quraanka isaga uga dul muuqdo tusaalan idin siinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam aakhiru umrihi waxa ku soo dagay suratul nasr ama idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja qisan noocaas marka aad aragtid baalay dadkii oo diinta aad u soo galayaan nasrina ilaahay idin siiyo futuhaad aad heshaan amar baa la siiyay marka inta dambe fasabbih bihamdi rabbika بحمد ربك واستغفر صدح الرماد بالعمل وهل يفصبح إلهي وتصبيح وإلهي نزه وسبحان الله لي. بحمد ربك أدو كلها هن إلهي مهدنتي سكلها واستغفره دم بلاف نويجيسو صدح الرماد بالعمل
نبي صلى الله عليه وسلم صدح ذودي هل أذكاره أنت ده جليه بوكوت كان جري أو حكوت دري أو كوبدري ركوع دي يا سجود دي وهي أول أخري جري بوكوبدري ركوع ده وحدي جري وكم ده هوا حيا بو أخري جري سبحان ربي العظيم وبحمده أما سبحان ربي العظيم كليه وكوع العنيه أما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء وبلين أذكارته وحاصله حكومة دلي ذكري وصدح لي الرماد وآيات دانو سورة دانو أمرتي وكجمعي حكومة دلي وحواخري جري نبي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وحمدك اللهم اغفر لي إله إدار سورة دوحي عديني سي إنو نبي محمد صلى الله عليه وسلم قلتي مهمة دي الله صدري شغالي الله صدري إنه دماتي إنه أدير جرو ارتحال يجدي إنه تجاه أدونك كتبه. مركو حال السيبر يا إنه السيد يا ريو وإله سبحانه وتعالى وتعالى علوه يو يمشى كره إما شهد إنه السوسي نريفيو أو إزدياريا لدوني. أخلاق ده ونعكسني وحيابها أوبدا أوقفك جنة كوجلوه. النبي صلى الله عليه وسلم حديث ربضاً بكوري بكشيغي أخلاق ده ونكسن حبت حبت دور من شيغي دونا إن شاء الله عشان لحت دبا حديث بأيدي شيغي دونا والنبي صلى الله عليه وسلم قياه الله أخلاق ده ونكسن نبي قوله إلى البر حسن الخلق وناك مربتا بر أودن مدونيسا وناك أودن مربتا إنا أغاتي دوحي هاي وحسن الخلق ودغنك ونكسن طفك دبا عد ونكسن ودغن كفي عن طبائعه يعني واحد ترى طبائع مجبورة وقفك وكو أبو ريها وحالة دونية إلا تحسيني ولا هجاجي قاركود وأغلب سيهن وأشد بديهن واحد ربان إلا هند القرية وقعنت اللقوها يوه لتلعيه لدبعيه يعني ساسوك لي مركة وغير بريق أودن أما وناق ودن هدارتين أوقاتي وحسن الخلق ودغن كوناكسا والإثم دنبقنا والإثم دنبقنا ما حاك في نفسك وها نفتا ذا لبه وأي لبسطة نفتا ذوي دنبي ما ربطينا وقاتي ووحي نفتا ذا أي لبسطة وكريتا لبسطة ما أدنا عظم أن يطلع عليه الناس ذاتك إلي أركان وحيابها آدم ربين ذاتك إليك هو أركان أي وحا اللي هذا دنبي هو أتكن قبنيس هذا مسألة قرن ويد وحا إيتاي تلو محلال بام حرام بام حيتاي دنبي ميام سوى أجر وحا أرين تاكو غان كرتا قلبي محو كربا مسألة ما يلو هو أركو ذاتك هو أركان ربي لهاي مسوى اللبو منيسا هذا داركي جعلان لاي ذاتك إليك كل أركان oo lugu arfaadan kala jacleyn lugu arkiin kale waa mas'ala caadi ah hadii kale se waa dambi nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri hadii kaaroon aad buu muhiim u yahay in la fahmo وحي للنبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي الدرداء كوري رضي الله عنه ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق بل حديث كاس أفير صدر ميزان كآخر أمرك اللجوء شيء كعلس مجربوي النبي صلى الله عليه وسلم بغن كوناكسا وميزان كي وحلقو حسابيني شيء أبو علوس أو ميزان كالغو ساره وإن أدقن في عن ليضه دقن ونكسن إلى ليضه نبي صلى الله عليه وسلم وحكو له يري حديث كلا وحكو يري وروايات كلا انتاس انتو الشقيب وحكو سيدري وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء ما من شيء أو ما شيء أثقل من ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق من خلق حسن ما يجرى شيء كعلوس ميزانك
qiyaamaha marka la gaaro qofka muuminka miisaankiisa wax kaga culusi ma jiraan akhlaaqda wanaagsan markaasuu wuxuu ku daray waa ina allaha la yabqudu alfaaxisha albadi ilaahay wuxuu ka caroodaa ilaahay wuxuu ka caroodaa ama uusan jeclayn qofka faaxishka ah oo dhaqanka xun isla markaasna carabka dheer carabka dheer waxaa laga wadaa maagista badan qofku inuu maagis badan yahay lama ogola inuu mutafaxish oo faaxish yahayna lama ogola nebigu sal allahu alayi wasalam sida ay warinayaan saxaabadu waxay leeyihiin lam yakun faaxishan walaa mutafaxishan mana ahayn nin xun iskamana raadin jirin xumaanta oo dadka ma xumayn jirin marka lama ogola dhaqanka xun dhaqanka wanaagsan baa ilaahay subxaanahu watacaala ina amrayaa mana jecla ilaahay dhaqanka xun oo qallafsan riwaayad kale wuxuu leeyahay nebigu sal allahu alayi wasalam maa min shayin yuudacu fi lmiisaani ahqal min xusni lkhuluq ma jirto shay miisaanka la saaro oo ka culus qiyaamaha marka la joogo dhaqanka wanaagsan markaasuu leeyay wa ina saaxiba xusni lkhuluqi qofka saaxiibka u ah ama la nool ama leh dhaqanka wanaagsani layablugu bihi wuxuu ku gaaraa wanaagaas ama dhaqankaa fiican wuxuu ku gaaraa darajata saaxibi sawmi wasalaa qofka salaada tukada oo salaada badan iyo qofka soomka badan darajada ay ku gaaraan soomkooda iyo salaadooda buu qofku dhaqanka wanaagsan keliya ku gaara inaad iska fiicnaatood iska faraxsan tahay oo dadka aada u roon tahay oo qof wanaagsan tahay keliya baa waxaa ku gaaraysaa darajada qof maalin walba tukanaya habeen walba salaatuleyl u taagan maalin walbana sooma qofkaas darajada uu gaaro baa qofka baa waxaad ku gaaraysaa dhaqankaaga wanaagsan riwaayad kale waxay ahayd qofku wuxuu ku gaaraa darajata saa'imi alqaa'im ama qaa'imi saa'im yacnii darajata saa'imi alqaa'im buu wuxuu ku gaaraa qofku bixusni khuluqi dhaqankiisa wanaagsan keliya ayuu wuxuu ku gaaraa darajada qofka soomka badan ee saa'imka ah always sooman iyo qofka habeen walba salaada u taagan labadaa qof darajada ay gaaraan buu wuxuu qofku ku gaaraa oo keliya dhaqankiisa wanaagsan waxaan garanaynaa oo kale nebigu sal allahu alayi wasalam wuxuu yidhi aliimaanu bidcun wa situuna shucba waalxayaau shucbatun min aliimaan qofka muslimka ah iimaankiisu wuxuu u qaybsamaa lixdan iyo dhowr qaybood riwaayad kale waxay leedahay aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadatu lada can ariiq walxayaau min aliimaan yacni meesha darajada ugu sarraysa lixdanka iyo dhowr waa laa ilaaha ila allah waa ilaahay inaad waxdaaniyadiisa qirtood ogolaato inuu ilaah keligiis kuu yahay rabbi subxaanahu watacaala inuu ku abuurtay isaguna xaquugu leeya inaad caabudo iyada laftigeedu dhaqan wanaagsan weeye inaad ictiraafto cidda aad tahay ilaahay ku abuurtayna aad ictiraafto manziladiisa iyo karaamadiisa subxaanahu watacaala midka ugu hooseeya ugu liitana waa inaad waddada markaad maraysid wixii dhibaata oo waddada yaalla ka leexiso si aysan dadku ugu shidoon waa qof wanaagsan oo dadka danaynaya dadka wanaagoodu danaynaya wuxuu rabaa inaan dadku ku kufin oo aysan ku jabin waddada ay marayaan oo aan dhibaata ka soo gaarin marka imaadatu lada can ariiq wixii xunoo dadka dhibayay buu ariiqa ka leexinaya taasaa ugu hooseysa shucbooyinka ama qaybaha iimaanka walxayaau min aliimaan wuxuu yidhi nebigu sal allahu alayi wasalam xishoodkuna wuxuu ka mid yahay iimaanka nebiga sal allahu alayi wasalam saxaabadu markay ka sheekaynayaan shakhsiyadiisa waxay dhaheen wuxuu ka xishood badnaa gabar inan ah oo khidrigeeda ku jirta gabdhaha waxay geli jireen meel ayagu ay leeyihiin oo khidir la yidhaahdo oo xiran oo u go-aan oo guriga ka mid a markii dad yimaado ajaaniba meeshaasay galaan waa meel privacy u ah oo qolkooda u gaara gabdhaha yaryar oo soo koray oo inamaha ah si aan loo maqal warkooda iyagoo dayacanna aan loo arag marka meeshaas gabadhaasu markay ku jirto haddii lala hadlo oo dad ajaaniba ay guriga joogaan ma ay jawaabi jirin hadday wax rabtana waxaa laga garan jiray waa aamusi jirto haddaysan waxa la sheegaya aysan rabinna meeshay ruuxi jirto hadal ma jiro gabadhaa saa u xishoonaysa oo iska ilaalinaysa in la maqlo
نبيكو باكا حشود بدنا صلى الله عليه وآله وسلم هاي كتو زي سعرين تاسي حشودكو وواناك معلين او نبيكو قيمي نين ولا الكيس كوانين اي حشودك او كولا وار حشودك باكا باتي وعليا شايس كندا حشودك نيو او سيدي سودان ومارك تدتك نحقم بو كوير وار دا بو كوير دا حشودكو لا يأتي إلا الخير وعن خير هين لما يمال دا بو حشودكو مركا قفكا باقا مدى وانا اكسبو كمي دي حشودكا كمي دا وعن كمي دا وجي فرنانتا من با وحو يشيك هي قصو يسييني ساحيبك صديح مرتين وحير ودن ميراهاس افريكا داس بانو دقنين مركا واشقي يا ابو يري سونا ويلا دقيه هاي ان مركا العقف يا عم بان سميا سو لكن ما شقي ما قال انا واحد جوه دد خوغه او سوماليه او قحتي او العقايس مركا راشم ما كرسنا ابو يري سغا كريه قاب يا روح ما كرينا مركا مركي وقدد كريو او اي قدد سو دعدو مالك استوى حي ما رغ مرتع وقدد ربينا ان لا عنا ninkaanu daga hor raashinka kariya wuxuu dhibsaday raashinka dadkan baadida ay cunayaan falaade isagu ma shaqeysan ogaal isagu waa kariyay laakiin ninka kala soo shaqeeyay lacag ninkii lacagta soo shaqeeyay wuxuu raali ka yahay isaga iyo dadka kale ee la cunaan laakiin isagu ma ogola maalintii buu wuxuu ku yiri aniga kii way ii sheegay yiri anaa shaqeyn jiray wuxuu ku yiri maalin walba intaan raashi kariyaad baa niman fayl u soo galaan oo raashinkii meesha maray waxaad yeelaysaa labaad arrimood mid yeelaysaa ama raashinkaad karinaysaa ama dadku markay soo galaan baad isu madoobeynaysaa waa inaa ismadoobeysa warkaas maydin dhacay wejigaaga xir buu yiri kafil ku jabi dadku goortay soo galaan haddaad indhamadmo waxay dhaheen dadku weji furan baa la galaaya albaab furan lama galo haddaa albaabka soo gashid oo aan wejiga lagaa furin waa noqonaysaa wuxuu yiri wejiga xir buu yiri ama raashinka kari anaa wejigayga xiray oo saaraya nimankii markaasuu yiri anigu wax ma karin aqaan waa ogtahay waa ismadoobeynaya dadkii waa soo galay markay soo galeen waa ilaaway buu yiri wixii laygula dardaarmay war soo dhawaada war soo farid waa nin nadiif ah ninkaas aan sheegayo waa runtiisa wuxuu sheegayo anigoo marti abaan kusoo degay ninkaas gurigiisa waxaan ku joognay soddon nin wax ku dhow oo ninba meel ka yimi oo nin lin la qabiila usan jirin maarkaysaa markaasaa waxaa la deganaa gurigiisa intii la doono dad baa sanawaad ku noolaa weligiis ma garanaysaa ma dareemin ka dareemi maysid ama cidi kama dareemin inuu rabo inuu wejigiisa xirto marka wuu yiri xir wejigaaga nin wejigiisa xiri karana maaha marka wejiga furan dhaqanka wanaagsan buu ka mid yahay dadkuna way soo raacaan nebigu sal allau slam wuxuu yihi almu'minu ma'luuf walaa khayra man laa ulfata lah qofka mu'minkaa waa ma'luuf waa qof lagu soo shiro waa qof loo yimaado waa qof la jecel yahay in lacag fariisto waa qof lagu soo ururo walaa khayra man laa ulfata lah ninka aan dadka soo jiidana khayr ma leh buu yihi waxaa jira dadka qof markaad ka hor timaado oo aad waddada iskaga hor timaadaan aad jeclaanaysa inaad waddada bedeladid oo aad meel kale ka baxdid iyo dad markaa aragtid iyagoo waddada soo saaran aad farxaysid oo wanaag iyo khayr ay qalbigu kaaga buuxsamay aad rabaysid inaad aadid oo u tagtid oo salaantid oo bariidisid oo la istaagtid oo xataa haddaa howla u socotay kaga daahdid dadku marka dhaqankaas soo jiidashada ahi wuxuu ka mid yahay dhaqanka wanaagsan waxaa ka mid a karaamada qofku inuu qof deeqsiya yahay oo waxbaxsho oo lagu soo ma garanaysaa lagu soo talagalo la yidhaahdo hebel baa halkaa degan halkaas qof baa jooga oo laysu tilmaamo waxay ka mid tahay karaamada iyo sharaftay ka mid tahay yacnii xoolaha dadku waa jecel yahay wa innahu lixubbi alkhayri la shadiid buu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala xoolaha iyo adduunka jacaylkooda insaanka waxaa lagu abuuray jacayl uu jecel yahay aad uu jecel yahay qofku marka intuu jacaylkaas ka adkaado inuu xoolihiisa bixiyo dad wada iska maraya iska siiyo uusan aqoon waxa ay keenaysaa karti iyo raganimo dheeraada qofku inuu leeyahay kartidaas buu ilaahay marka ku abaalmarinayaa sababtaasa waxay keentay deeqsinimadu inay ka ajar badan tahay acmaasha kale
فيري عمل كستوح على الحسنة بعشر أمثالها سمعين كل عمل بني آدم له والحسنة بعشر أمثالها قفك بني آدم كاي عمل كي سودان وانا كستو سمية توانشير بالله اللعبية من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ننكي وانا قلي ماذا توانشير بالله اللعبية صدقة والاقد دول وحال يرمحي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل لكل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء قفك صدقة بحية وناقة بحية وحلم ديها قف حبت مرأه قل لي أبو ري جيت صوبحي جيت كي تضب السبول وبحية سبول كستنا بقول حبة أي سارنتي هل حبو آستي تضب بقول حبة وصوبحي شيلك الله بحده تدوب غره جرب على الله بيا والله يضاعف لمن قفك دونا إلهي ولي هو الله من لعبا أكوني أفر بقول بوجدها ما كان قفك إسك جويني يا لكن كو أبو ران أو أهم حي حب الخير شعيلك حاله كرامة كم إذا مرك لكن كون أحسن نبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس ذات كان نول نيك وجود سيسموه وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ويدارسه القرآن رمضان هو سوسع وحوها نبي مركة رمضان كسوه قالوا هبين ولد جبريل باوي مانجري قرآن كله أخري جري نبي صلى الله عليه وسلم وحوها أمي وحبما أخري كريم كتاب انتو سوقات القرآن كما مدال عيسان كريم عربي من أخري كريم من قري كريم ولا لغة كالتون إلهي معجزة وسيئة دبات dibaato si aan loora waxbu soo akhristaayo meelahaas maba akhri karaba marka maxaa dhacday in nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu ima jiray jibriil quraanka ku dul akhriya ramadaan abeen walbo kamina xilligaas wuxuu kaga dheereyn jiray sida ibn abbas sheegay bukhariga ku taaliya muslim wuxuu wanaaga kaga dheereyn jiray min ar-rih al-mursala دابا إله الله صوت دروه يوناك يا خير كي يا صدقتك كده رينج وها مركا كم دا أو كلا دكم دا وانا أحسن أما مقرنسا وحياه بقى قف كلا جرب أو إنه دكان كديك تو أو كم دا حسن الخلق سوق ليه وها كم دا دلقاتك قف كهدي لما عجو إنه إسكسمه قف كهدي لما عجو أما لا دبعتين إنه إسكسمه أو دلقاته een khasab ma hayno sabro warkaas dhageysta khasab ma hayno sabro waa u banaan inuu argoosto laakiin waxa ka fiican inuu sabro warkaas ma idin dhacay qofku inuu dul qaato iyo inuu sabro labadaba isaga iska leh laakiin waxa fiican ilaahayna jecel yahay wal aafina an nas wallahu yuhibbul muhsinin ilaahi subhanahu wa ta'ala dadka dartiis u cafiya أيوه إلهيك عليا سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين أن أبو بكر رضي الله عنه أيوه نبي أخير صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والأناة أو الحلم والأناة وإلا ما أرهمه وإلهيك عليا هاي بعد كسي فيسان تايمي أبو بكر مشيقيا waad ku sifaysan tahay laba akhlaaq ama laba dhaqan oo ilaahay jecel yahay labada dhaqan maxay yahay xulmu wal wana tulqaadka iyo u kaadinta markii ba inaan qofka lagu la degdegin ama xukun ama ficil aan lagu la degdegin ee loo kaadiyo oo waqti la siiyo in loo dulqaato mar labo saddex hadii la wadi karo fahim anigu saddexdaasaan badana jeclahay inaan laga yaray haddii laga badinayo waa okay laakiin qofka in bal xoogaa loo dulqaato oo loo seeta dheereeyo oo loo dabciyo ee dulqaadna ilaahay wuxuu ku siiyey dulqaad abubakar markuu wuxuu yiri ma ilaahay baa igu abuuray mise araa iska markaasuu wuxuu ku yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa kugu abuuray halka waxaanu ka qaadanaynaa dhaqanka ama dabeecadda wanaagsan qaar ka mid ah in qofka ilaahay ku abuuro
لكن ولا كسبن كرا أو ولا يسكب الدنيا كرا دغن كهم مثلا طفبة ويسكت عليها وضطك عايب ودغن سول يسكب الدنيا كرا نعم سيل يسكب الدنيا كرا طفق وينو أجا مركو قف عايو إن بوجا لو قلني وهي بوجا قالنا آخره لقول حساب تمي أنت مركو دريمو أجا دو أفكي سوء عشانية ويسكب الدنيا ضطك عايدو لكن كي مركو حماء أو كتري يسكب عايدها ماشو كبحية مرنا قفدة معاي ماي واحد بدلي محي إيمان كقلبي كتيرة بدلي قف كدغن كوناكسن إخواني وحو دغن كوناكسن الدليل وياهي قفكو إنو دين بدن ليهي وإيمان كيس وين تاسو الدليل وياه تقوى ذا إيا إيمان كوح قرصوم وي قلبي كينا كتيرة واحد دليل كوا اللغو قرطو اللغو أخريك رقف كان وقف دين له قلبي سنة إيمان بقى كتيرة وحاقوه ريح حسن الخلق إنه دقم وناكسي هايو ذاتك ولدغم يا أيسا نبكو قبل مشكلة أيسا نبكو قبل دقم كيس يعني وطبيعة في عيني هايو للانو رانك رغفك ساسو كلي نبي صلى الله عليه وسلم وحيري حديث كانونا وحديثك إن شاء الله ما أنت إنه هل كان كلتكي إنه قفل بوينة كمدة وإنه حديثك كون دقاء مسكعدة نكو حرتا هاي هلي ووحا أقوه ناكسن أما أقوه في عن أما أقوه رجادة بضان وان مغلي لهي نبي صلى الله عليه وسلم وحي إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلق فلا دايق عديث يا وحي كان إذين كتش علىه كله داد كينو دن طف كانوا كتش علىه آخرنا يودو دقانك ماشي اللي دقي يا وحقيه نبي وحقيه دقي صلى الله عليه وسلم فردوس الأعلى فردوس الأعلى وسط الجنة وأعلاها جنة برتن كده وهي مركي وريق الله فيري برتن كده كتالة وأعلاها ورؤوس الرئيساء وجنة ده موكوه سيساء مركز جنة ده سيدي وحباير ميدوئك بيقوسة ميسانتها ساسي ودرتاي ساسي أسوه وسط الجنة وأعلاها وحا هالكاس لقوت بيها مجلس كيغا قفك يقولوا وياي أحسنكم خلقا ننك إذن كلقا كفيا لما دهين أكثركم صلاة وأكثركم صياما وأكثركم قراءة بالقرآن كلها حسنة وطيبة إنا القرآن أخريضو إنا تكتو إنا وحاصلوا ووناك لكن نبي قال كان إشارة حديث كأنه كبلوني محاضرة وأها إنما بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق dadka inaan baro ama aan taam yero dhameystiro dhaqanka wanaagsan ayaa la ila soo diray markuu nabigu leeyahay ayuu halkana ishaaraya wuxu dhan waa inay hal meel ka wada yimaadeen wuxuna waxii ilaahay waxaad ku garanaysaa 23 sano hadalladii laga wariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam kulluha muwafaqatan ma'al ba'd wa iswa faqsanta kulligeed wax iska wariyay ma wuxuu leeyahay qofka inin aan idin ku jecelahay aakhirana igu dhow xagga deegaanka ama fadhiga ila fadhiyo igu dhow وهو يحسنكم خلقا ذاتك إذنكو وناقة بدن حقا دقنك أو إذنكو دقنك في عن نبي صلى الله عليه وسلم حديثك هو إنه كل شيء يا إنان آدو إلى لنو أخلاق دين إنان إسكا إلى لنو حيابها دقنك هم أيدتكو يقاني مركو حمان تاس إنه حمان تاي وحا إسكوها فقا دائما وأبدا صدح لا يدود إلهي سبحانه وتعالى ليه وشرعه هي عقله هي مقرنسة إلهي سبحانه وتعالى أمر كيسي والدين تي القرآن كا هي عقله وناكسن هي مقرنسة ضدك عدد ولا وناكسن وحيسكوها فقا وح شيء إنه حيه وحيدتك مركا حمان ويقانين وحمان وحيدتك وناك ويقانين ووناك دقن كا وناكسن بعلى رواقف كمسلم كأنه كسي فيسنا dad badan oo diinta soo galay xilliyada saxaabada iyo xilligi salafka waxay diinta ku soo galeen dhaqanka wanaagsan ay kala kulmayeen ay ka arkayeen dadkii islaamka ahaa oo saxaabadu ay u horeysay qofka marka message ka u dirayo ficilkiisu waxay ka xoog badan tahay fariinta uu afka ka diro afka wuxuu ka yiraahdo waxa ka muhiimsan waxa jawaarishda laga kulmo oo dhaqanka oo qofka laga kulmo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri oo kamid ah dhaqamada qofka muslimka laga rabo oo
رونتا يين بين تلاس كيلاني هل قساني تدرين سيدة حسوسينية أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامي بوحو تغي هرقل انتو سن مسلمين بوحو تغي هرقل وحو ها رقي قريش سناديد قريش بكمدا رقا ونب كبدا النبي ونب عبوها صلى الله عليه وسلم مركاسا هرقل وحو يربقر كي وحو ها ميشا مركاس وحو يروحان ربا تد ميشا سليا ينبا شاكتين نبي النبال كي يبيبا ربا ورئيستو مركاسا لي رقبا جوغا أبو سفيان با مركا كمدا دور قف تدواء مليح قف بالكين boqorku markaa wuxuu yiri idinku weyno idinku odaysan Abu Sufyan ugu soo hormar buu yiri inta kalena gadaashisa istaaga lain buu gali wuxuu yiri ninkaas wadankiina ka soo daahiray oo warka sheegaya baan su'aal ka waydiinaya waxaan rabaa inay iga jawaabto waayahay markuu su'aal waydiiyo oo Abu Sufyan ka jawaabay inta badan wuxuu waydiinayaa akhlaaqda nabigu ka waraysanaya sallallahu alayhi wasallam iy sida uu dadka ula dhaqmo iyo waxa uu dadka u sheego inay sameeyaan markaas uu leeyahay muxuu idin amraa wuxuu amraa dadka in la dhaqaaleeyo la xiriiriyo qaraabada in la xiriiriyo oo la dhaqaaleeyo riximka oo wax la taro gacanta laga taro wuxuuna amraa runta in la sheego beenta in la iska ilaaliyo wuxuuna amraa fuxshiga iyo in la iska daayo waxa xun marka wuxuu leeyahay Abu Sufyan mararka qaar kood ma rabo inaan sheego waxa aan sheegay maxay leeyahay ninkii wax taraysa aan mucaaradka ku ah isagii baan amaanaya ma rabo inaan sheego laakiin waxaan ka baqayaa buu wallahi hadaan ka baqayn biir nimankan gadaashayda taagan oo safka ku jira inay markaan noqono yiraahdaan Abu Sufyan waa kadaab been ma sheegilaa wuxuu ka baqayaa ninkaas uu nin muslima ma تاريخ دي سيناي كاشو هبل وا كذاب بين بوشه حدا وحيابها دقن كدور سومي مثلا سومالي او كلي وين نبعاين ان بين على قف كل لوغو مغعاب وحيابها حدا اين ورغنا معجزات كا واخا كميدا ان اوداي او تيمي يا غركي باي عدادين غبدي سي اي غبر دشاي او غبدا كلي اي غوردون تاي ba sheekeynayo dad u sheekeynay jamhuur nagaafir u sheekeynaya jamhuur markaas aan leeyahay war hebelow naga daa waa baladaadi iyo beentaadi markaas iska qoslay haale diban ma naftuna ka dhicay dhaqan xumaday ka mid ah ninka gaalka ay wuxuu ka xishoonayay in la yiraahdo marka la noqdo ma kala tago ninkii maalintii dhaweyd been buu sheegay buu ka baqay marka qofka muslimka waxyaabaha dhaqanka wanaagsan oo laga rabo waxaa kamid ah runta in la sheego beentana la iska ilaaliyo waxaa kamid ah cadaalada qofku inuu cadaalad fiican yahay oo markuu laba qof kala saarayo ama dad isqabtaan oo uu dhexdhexaadinayo inuu cadli ku kala saaro qofba xaq leh qofka inaa uu hiilisa ku khasbanta say ugu hiilinaysaa qoryo soo qaadan maysid oo xabad iyo rasaas waxaa leeyahay qofkaana xaq iska leh adiga waa lagaalayay garta gartu halkaanay jirtaa dhankan ma jirto xaqaa sheegaysa ilaahay baad ka xishoonaysaa ilaahay baad hor istaagaysaa ilaahay baad ku weydiinaya qadahaas iyo xukunka aad geysatay cadliguna waa waajib ilaahay waman lam yaxkum bima anzalallahu faulaika humul kaafiruun dadka ku xukumi waaye ilaahay kitaabkiisa wax ku xukumi waaye cadligu kitaabka ilaahay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri innal muqsitiin عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين ددك عداله سميه وددك markay dhahadiyan cadaalada ku xukuma waa qofna u heelin nin jacleys darti ama hawlo kale ka dhixiyana duuyo ama jaah aan ugu heelin ee ugu heeliya xaq u heeliya dadka iyaga ah aakhira marka la tago waxay fadhiyaan manabir member beer oo min nur nur ka samaysan bay ku dul fadhiyaan membarkaas ay ku dul fadhiyaan ala yamiin arrahman waxa weeye an yamiin arrahman ilaahi midigtiisa fadhiyaan subhanahu jalla wa ala wakilta yadayhi yamiin ilaahi labadiisa gacmood baa waa midig bidix malaha ilaahi bidixdu waa daciif soma waana dhinaca xun ilaahi dhinaca xun iyo waxa daciifa midna malaha waa dhammaystirayn
لبديس قاعمود بوا مدي مرك إلهي مدي تكهيان يعني. يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا بقن كذا مرك وعكملا عدل اللي بيكسم أيام مرك يدتك على حكومة أيام عدالة بيسمية قفنا وقومه إليا واقو حجة مساسوية وهاي وجوه إليا نلو قرت اللي دقن كوانا أكسم بيكملا مرك أهل كذا جوعان عدالة بيسمية وما ولوا وحي إياه اللود ديبو وطلعنا عدل اللي بيكو حكومة طلع اللود ديبو يا أوامر تاع بحين أيام جور إياه ظلم كمتشرو عدل اللي بيكو جرا dagan ka wanaagsan bay marka cadaaladu iyaduna kamid tahay ani wax kasto oo fiican sida xadiidkii ugu horeeyay uu sheegay albirru husnul khuluq wanaag oo dhami waa husnul khuluq waxaan ku khatimayaa marka aad fiirisid cibaadaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala uu farad ka yeelay cibaado waliba waxay ina baraysaa nooc min akhlaaqin hasana nooc bay ina baraysaa akhlaaqda wanaagsan kamid bal salaada ee waxaa lagu barayaa inaad ictiraafto insaannimadaada inaad daciif tahay insaan ah ilaahayna u baahan tahay subxaana wa tacaala waxaa lagu barayaa inaad isu dullayso ilaahaas ku abuurtay subxaanahu jalla wacaala ood wejigaaga aad jeceshahay oo sharafta leh dhulka dhigto tadarucan lilaah ilaahay isu dhigid ilaahay aad isu dhigaysid hoos isugu dhigaysid darteed إنا وجهك أنك ديكت سبحانه وتعالى أوليكت وإلهي سبحانه وتعالى أوتضر عديد وبريديد سلادك بريد مركا قفك إنو اعترافه مكانة ديسة إيو بوس كيسة وأوه ديسة وقرانة إيو شرفته كمدة إيو حيابه وناكسة هديها دسكو كالفتو واحدا أوه دولها إني ميلا دان قاري كرين واتفشل ما يساسوما يعني نبي قوهتولها رحم الله مراعا عرف قدر نفسي وانتهى إلى ما قدر إلهي قفه ونحريز awoodi sagartay kuna ekaaday iyada waxa laga yaabaa inaad injineer tahay oo injineerka si fiican u taqaan laakiin hadaa taxtarni way adduunka faraha la gasho waa ceebobaysa inaa ogtahay la rabaa marka limitation iskaaga ama maxyaabaha adiga ku xiraya oo ku xanibaya oo aadan awoodda u lahayn qof walba meel buu awood u leeyahay inaad intaada ku ekaataa lagaana hadaad quraanka si fiican u taqaan akhriskiisa oo aad mutafannin ku tahay akhriskiisa لكن هذا الحديث كأقول إنا خصبة تدمى إنا برتدوه لكن إنا خصبة تدمى مركب برتدو سجن متفنن كن قطيب حديث كان خود درسه لكن قف محدث أجوجا تتعتع أمامه هرتيس أدويه ولاقي سال خلد يساس إذا عن أبدا ما يهدا لما أقول لما أقول وحال خلق قف يقول كوئك هذا أوديس وحسن أودين أوسن إسكر رادين عبا لو تجي قف قادو إسكود ضيو ama isku kalifo waxaan awoodiisa ahayn marka wuxuu nabigu ilaahay ha u naxariisto qof gartay qadartiisa waxaad garatay inaa insaan tahay daciifa inuu ilaahay ka abuuray waxba inuu kugu celin doono dhulka hoostiisa inuu adoo daciifo u baahan isaga raxmadiisa iyo maqfiradiisa kusoo saari doono inaad hor istaagi doonto adoo qaawan oo gacmo maran inaad baryayso ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku badbaadiyo naarta kaa badbaadiyo marka darteed baad salaadaadi waxaad ka dhigtay meel aad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku barido oo ku qanciso oo aad ku kasbato maqfiradiisa iyo ajirkiisa zakada fiiri waxaa lagu barayaa deeqsinimada xoolaha shaqaynaysaa waa ordaysaa waa rafaadaysaa meel baa dhiganaysaa sanad marku ka soo wareego waxaa lagu leeyahay qof aadan aqoon oo meel iska maray oo stranger ah 8 qolo qof ka mida sii lacagtaadii qayb ka mida marka waxaa lagu barayaa dabeecad wanaagsan oo amhay deeqsinimo iyo saxaawa lagu barayaa deeqsinimaduna karaamo iyo sharaf weyn ilaahayna waa kariim sidaa darteed buu u siiyaa gaalada xoolaha ugu badan oo la haysto dhulka lagu haysta gaala haysto yaa siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay ilaahay waa kariim markii ibraahim calayhi salaam beytka uu dhisay isaga iyo wiilkiisu xarabka ay dhiseen waa duceeyey ibraahim calayhi salaam ducadiisa wuxuu ku daray ilaahow irsaaq buu yidhi man aamana minhum billaahi walyowmi laakhir dadka halkan dega qofkii ka midoo ilaahay rumeeya aakhirana rumeeya ilaahow waxaa ku irsaaqdaa irsaaqda kala duwan iyo nicmo iyo barwaaqasi ilaahay waa u jawaabay wuxuu ku yidhi qaala waman kafar xataa kii gaala waa siinaya ninkii halkaa soo dega waa nafaqaynaya
ما كان نكي يمهده وهل كهدك نعمة سينية رزق بان سينية أنا أرؤى بيالين دين تي سئيو عدة وآمن سيئتون وآيات نبي صلى الله عليه وسلم وآيات كفة سيرية وحلية هاي إلهي وحكوير إبراهيم يا إبراهيم أخلق خلقا ولا أرزقه ما هو عرفتا إنتان خلق أبو رأنوه إنان الإرزاق ما يعني كلا وحاشا عيبا يقولتها وجه الله أبو رأي وإلهي أبو رأي كل قد إساقا إرزاقا إساقا إرزاق يعني شنبرتا واتقانين صباح دي واد دوشا نفع بير هاد ساقا إرزاقا ما نشقيسو حرفتنا مالا ما يلا يتقانو عنتدو أي تالو وكيد واهو أي آلي سانا مجرد صباحنا دنكا سيقود دوشا صباحنا دنكا سيقود دوشا أيضو بير بق مرم بي بحلا أيضو بوحاح بي سونقنا وأنا أعلم تقول النبي عليه صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا وعيري هديئات إلهي ترسار صلى الله عليه وسلم سيدا حقا والله ترسار صلى الله عليه وسلم وعيري إرزاق إلها شمبراه سوء إرزاق وإلهي أداكو كرسونا الله ومركا بحي سعد إلهي بسم الله توكلت على الله إلهي ما ترسار صدي نفع به الرادين إياه إلهي بسن كيسان أخو بلابي أدنا كو كرسون تاينو كو إرزاقيو إلهي واكو إرزاقنا لكن أدنا كو كرسون حرفت دا إيو حد أنو مي خطران هايو تختار بان هايو حقان كان عايو يعني ساسو كلي ومركا أدنا ترسار سن حرفت دي إي علمي على هايد إنا دو حكو كسبانيس إي آد تراد إلهي سبحانه وتعالى با إرزاقي والحمد لله سبحانه وتعالى ساعتا يلهي سيدا شنبرو دين إرزاقي لها صباح دي وحي بحان يقو بوغ لالان أو قاتشو هايسو قلبتينا وحي سوه إذا يقو دركسن بغير النبي صلى الله عليه وسلم إخواني لغن كواناكسن الدون إيا آخرة بوالغو نجح قفكو مروال بوحو بحسن إيا لغن كيسا واناكسن إن كبدا إنتو بحصدو أعماشا كالي وعبادات كالي صومك مثلا ها كجرو أخلاق وحسن قفك مركو صومو وقاچونيا وهرادية وحبا لغا روا حكمة دو واحدة لباريمو نمبر وان إنو تقوى كرر صدو إلهي كعب صدو مركا لباد إنو قرطو قفك ما نوال بقاچي ساني بل سيدو او نوليه إماجين قف ما نوال بس سيدو عداسو كلا عمالي تأسو منتا وان عنتانا هاي سن عبدنا هاي سن هاي يلي واه فخري مركا و دريميا حنون كاسو دريميا وحو برانيا مركا وكاقادانيا سون كيسا إنه قف قاعد مركو أركب كو أرض للراديو نفع يعنتو إنه للراديو أو دخس النقض مركات حاجة ما جراني سائل هل كان لعادو عاد في رسو يعني دقة وأنا أحسن بقى كتير قف كي سنة كي ما علين كم ده أما عمري كي سمر كم ده بو إلهي أوت فرقة يا فير كي سي عروتي سي حلي سي بكتك يا سيدات عشوا ويران أما سجال عشوا ما طبعا عشوا ما دوري طبعا عشوا بو حرم كسو جوج يا halkaasu wuxu maraya qorax iyo rafaad dhikri iyo cibaado iyo salaad buu go'aya ilaahay subhanahu wa ta'ala bu karaameeyay i'tirafan lillaahi subhanahu wa ta'ala ilaahay bu i'tirafaya ilaahay bu karaameeyaya ilaahay bu u gooynaya waqtigiisa qayb kamid marka cibaado walba fiirso ilaahayna amray waxay cibaadadaasi dadka baraysa dhaqan kamida dhaqanka wanaagsan ama akhlaaq kamida akhlaaqda wanaagsan يعني وحنا ختمينا ان شاء الله انت سكوتوجينا يا حسن الخلق وموضوع عادو غدا بلارن لكن هل كلمه جامعه باسو رئيسه وهو البؤ كوناكسن عقلي يا شرعيه ايا خلق حسن لي وهو البؤ ددكو اي دبسدان دينتنا اي ديدي وخلق سيء قفكو تاسنا انو سكيل عليا الربا تن انو كدق مار او اسكر راديو أو إيه كم قن أو كسبده يعني قفكي هو جويه سلما قطعك وأعطي من حرمه النبي صلى الله عليه وسلم سيب ويركي حريري قفكي هو جويه السلام عليكم مركز كورتي مادام أدوك هاجت جوابي هديك على سيوطان أدوك السلام عليكم قفكي هو كم من عيوح كودي لينا وحسين صومالي وحراب خيل لما كنت بتوع عيرا الآن ساحن كوكو أبا غيلم لا مره هدو ساحن كوسي هي ساحن كوكو لكن ساحن الآن هدو هي حتى ساحن كوكو واحتردتك
dadka in loo qalbi furnaado, in loo waji furnaado, in la soo dhaweeyo, in dadku ay ku jeclaadaan dhaqanka. Waxay ka mid tahay dadka mu'miniinta ah, waxayna ka mid tahay waxyaabaha lagu garto qofkaasu qof ahlu khayrin. Qof hadduu meel bannaana fadhiisto oo dadku ay ag marayaan oo aan lagu soo leexanayn oo cid dhinaciisa fiirinaysaysan jirin aa aragtid, qofkaasi khayr ma leh. Sida nebigu yidhi, walaa khayra man laa ulfata leh, qofkaan lagu soo aruurin khayr ma leh, qof aan khayr lahaynina janno ma galo, janno ma galo. Yacni nebigu sal allaa wasalam wuxuuna barayaa marka dhaqankaas wanaagsan, maxaa yeelay waa waxa ilaahay subxaanahu watacaala jecel yahay jannadana lagu galo, waana waxa ugu wanaagsan oo jannada lagu galo laguna kasbaday ilaahay subxaanahu watacaala ridihiisa. Intaasaa ku joojinayaa darsiga.